وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بك معنا سيادة السفير. بداية، أهمية هذه الزيارة في توقيتها وأجندتها. يعني زيارة رئيس وزراء المجر اليوم بتأتي في إطار العلاقات الوثيقة المتميزة القائمة بين مصر والمجر، واللي شهدت طفرة كبيرة للغاية خلال السنوات الثمانية الماضية. زيارة رئيس وزراء المجر اليوم بتعكس هذه العلاقات الوثيقة، وخليني حضرتك أشير إلى أنها بتأتي في وقت يعني المجتمع الدولي والعالم بيمر بالتداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية الروسية، وخاصة التداعيات الاقتصادية الخاصة بالاقتصاد العالمي ومشكلة الحبوب والغذاء والطاقة. زيارة رئيس وزراء المجر اليوم بتعكس عمق العلاقات بين الدولتين، وهنا حضرتك خليني أشير إلى أن العلاقات المصرية المجرية في الإطار الثنائي علاقات متميزة للغاية. في أعقاب زيارة السيد الرئيس للمجر في 2015 شهدت طفرة متميزة، وحتى الآن في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. ده من جانب. من جانب تاني، لابد من الإشارة إلى التعاون القائم بين مصر والمجر في إطار مجموعة الفيشجراد الفي 4 اللي بتضم المجر وبولندا وتشيكيا وسلوفاكيا. فهناك تعاون في الإطار الثنائي وكذلك في إطار مجموعة الفيشجراد. إذن هي علاقات عميقة سيادة السفير كما أشرت حضرتك، وهنا أشير حتى نفهم أكثر فكرة التوقيع على إعلان مشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ما معنى هذه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين؟ يعني حضرتك يعني النقطة في منتهى الأهمية. قيام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم ورئيس وزراء المجر اليوم بالتوقيع على الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمجر بيعكس الطفرة المتميزة اللي شهدتها العلاقات بين الدولتين خلال الفترة الماضية، وبيعكس وجود إرادة سياسية قوية من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس وزراء المجر من أجل تعزيز وتعميق وتطوير العلاقات بين مصر والمجر في كافة المجالات خلال الفترة القادمة. وهنا حضرتك خليني أشير إلى الموقف المتميز لدولة المجر، حيث كانت المجر في مقدمة الدول الداعمة لثورة 30 يونيو. ده من جانب. ومن جانب تاني، المجر بتدعم مصر بقوة في حربها ضد الإرهاب، وسبق لرئيس وزراء المجر وأكد إن مكافحة مصر وحرب مصر ضد الإرهاب بيؤدي إلى دعم الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية، وأن مصر بتقوم بالنيابة عن العالم بمكافحة الإرهاب والتطرف. هنا حضرتك خليني أشير إلى أن الزيارة اليوم إلى زيارة رئيس وزراء المجر لمصر شهدت سبل تعزيز العلاقات بين الدولتين في المجالات الاقتصادية والتجارية. وهنا حضرتك خليني أشير إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أكد خلال المؤتمر الصحفي أن المباحثات تناولت زيادة الاستثمارات المجرية في مصر وخاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وده بيأتي انطلاقا من اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدبلوماسية التنمية الاقتصادية والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في كافة القطاعات التنموية في مصر من أجل تعظيم المصالح الاقتصادية لمصر. المجر دولة أساسية في دول في الاتحاد الأوروبي بتعمل على الدفاع ودعم السياسات والقضايا والمواقف المصرية داخل الاجتماعات الاتحاد الأوروبي. العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمجر هي علاقات متميزة للغاية. حجم التبادل التجاري حوالي 355 مليون دولار. هناك استثمارات مجرية في مصر. وهنا حضرتك خليني أشير إلى النقطة التي أشار إليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لأن المباحثات تناولت سبل الاتفاق الخاص بتوريد المجر ل 1350 عربة من عربات السكك الحديدية المجرية إلى مصر، وهذه هذا الاتفاق يبلغ حوالي مليار و2 من عشرة دولار
لتمويل هذه الصفقة من قبل بنك الاستيراد والتصدير المجري. مصر حريصة على دعم العلاقات مع المجر في كافة المجالات. وهنا حضرتك خليني أشير إلى تأكيد السيد الرئيس خلال المؤتمر الصحفي إلى وجود توافق سياسي بين مصر وبين المجر أداء الكثير من القضايا الدولية. وهنا لابد من الإشارة إلى موقف مصر المتطابق مع موقف المجر، واللي بيدعو إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي أو تسوية سلبية للحرب الأوكرانية الروسية من أجل تقليل ومن أجل إنهاء التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية الروسية على الاقتصاد الدولي. يعني هي زيارة تحمل وجها سياسيا ووجها اقتصاديا، بالإضافة إلى فلسفة مصر في السياسة الخارجية التي دائما تبحث عن تعميق وتوسيع نطاق التعاون مع جميع الدول. سيادة السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، أشكرك على مداخلتك معنا.